اهلا بحضراتكم من جديد. فقره ترند اونلاين، ترند اونلاين. خلاص احنا قفلنا صفحه مباراه المريخ السوداني وبنستعد لمباراه سيمبا التنزاني في الجوله الثانيه من مباريات المجموعه الاولى لدوري ابطال افريقيا. المباراه صعبه، المباراه قويه، هيبقى فيها حضور جماهيري، في تفاصيل كثيره جدا. من النهارده هنستعد لمباراه سيمبا وقدر الامكان هنحاول نقول لكم كل الاخبار وكل المستجدات بخصوص هذه المباراه. انا شايفها على المستوى الشخصي ان هي قمه مباريات هذه المجموعه، الاهلي وسيمبا، خاصه ان هي مباراه ستسعى للفوز بها عشان الصداره، صداره المجموعه بعد فوز سيمبا خارج ارضه مع فيتا كلوب الكونغولي. لذلك في هذه اللحظات ومن خلال فقره ترند اونلاين عبر السكايب من مدينه دودوما في تنزانيا، برحب من خلال فقره السكايب مع الصحفي التنزاني جوما ايوا. بالتاكيد هو صحفي مقرب جدا من نادي سيمبا ومتابع بشكل كبير للتحديث الموجود في نادي سيمبا التنزاني. مستر جوما، برحب بيك عبر شاشه قناه الاهلي. ثانك يو فيري ماتش. حضرتك جزيل الشكر. اهلا بيك. طيب عايز اعرف في البدايه طبعا يعني كيف يستعد سيمبا لمواجهه الاهلي، الاهلي العائد من مونديال الانديه محققا البرونزيه وثالث العالم، وبالتاكيد هذه المباراه بتلقى اهتمام كبير جدا. سيمبا سيواجه الاهلي، رؤيه المسؤولين في سيمبا، رؤيه الصحافه التنزانيه لهذه المباراه، والاهلي عائد بميداليه برونزيه من كاس العالم للانديه. أنا أشكر حضرتك. وطبعا السيمبا هو حتى الآن في الاستعدادات وبيقدموا أكتر ما يقدروا عليه علشان يقدروا يقابلوا الثالث على العالم الأهلي في مباراة الكاف المجموعة ألف. وطبعا آخر ماتش اتلعب مقابل أريس بيتا بعد ما كسب ماتشو مقابل الاليس بيتا، عادوا الى تنزانيا بسرعه عشان يبتدوا اعدادات للمباراه، وطبعا ده لاهميه المباراه مع الاهلي. النهارده السيمبا هو في طريقه الى مدينه موسوما للعب المباراه في الدوري المحلي، وبعدها يعودون الى الاعدادات لمده 6 أيام للدخول في الجو مع المباراه ضد الاهلي، لان طبعا الجون اللي حققوه ضد فريق فيتا والاجوان التي حققها الاهلي امبارح ضد المريخ بالتالي بتدلنا على ان المباراه المتوقعه. يعني احنا هنا في تنزانيا عندنا شغف شديد ان نشوف المباراه دي هتمشي ازاي. الميديا كلها بتتكلم عن ان هم يتمنوا الرجوع لما حققوه من فوز في دار السلام منذ عده اعوام. احنا طبعا بنتفرج على الاهلي في كأس العالم وشفناه بيلعب قدام البايرن ميونخ وبكل القوة، وكذلك تحقيقه للمرتبة الثالثة على العالم، ده بيخلينا نقول ان الفريق الاهلي هو بالتاكيد مش فريق صغير ولا يسهل مواجهته، هو اكبر فريق في افريقيا طبعا. وبالتالي الواجب على سيمبا الان هو انهم يزرعوا الروح المطلوبه حتى يكون الاعدادات اللي بنقوم بها توصلنا للنتائج المطلوبه في الماتش المنتظر، لان المباراه قدام الاهلي بعتقد ان هي محتاجه كل امكانيات سيمبا. وكلنا الان نتذكر انه برضو يعني اللي دعم الروح المعنويه ان لما لعبنا قدام الاهلي المره اللي فاتت كسبنا، وبنتمنى كلنا ان المباراه بين سيمبا والاهلي خاصه في وجود جوميز المدرب الجديد للسيمبا نقدر ان احنا نوصل لشيء، خاصه وان برضو النهارده الاهلي عنده مدرب جديد وهو بيتسو موسيماني، وشفنا تقنيات كثيرة وشفنا تجديدات كثيرة سواء من كافة المدربين، وبالتالي احنا متوقعين ان نشوف مباراة فيها ضغوط كتير وكلنا تحت ضغط كبير وشغف كبير، لان نتمنى ان سيمبا يحقق 3 نقاط من الستة عشان يقدر يواجه الاهلي، لان كفة المتوقع هنا محليا من كلا الفريقين هو تقديم افضل ما لديهم.
طيب ما يميز فريق سيمبا التنزاني في هذه الفترة؟ حصل تعديلات كثيرة في الفريق، أهم ما يميز فريق سيمبا التنزاني، وهل السيدة باربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي للفريق فريق كرة القدم في سيمبا ستمنح مكافآت استثنائية؟ هل لديها يعني منح إضافية للاعبين لكي يلعبوا مباراة قوية أمام النادي الأهلي، أم الأمور في طبيعتها بالنسبة لباربرا جونزاليس الرئيس التنفيذي للشركة أو لفريق الكورة؟ طبعا أنا بشكرك على هذه النقطة المهمة. إحنا النهاردة لو عايزين نتكلم عن سيمبا، سيمبا فريق كبير جدا بالنسبة لنا هنا. سيمبا طبعا حصل عنده تغييرات كتيرة مؤخرا، خاصة فيما يخص الإدارة، وطبعا باربرا جونزاليس هي الرئيس الجديد للنادي، بتعمل اكتر ما تقدر عليه وبتحاول ان هي تحط خطه لدفع الماتش الفريق للامام. مستر ماراونز النهارده بعد يعني بعد ما انضم لينا المدرب الجديد ميسيس جوميز بتعايزانا نلعب كره هجوميه، وبالتالي الموضوع النهارده يعني بيقف على بعض اللاعبين زي نيكسون وكريس موجالو وكلاتوس تشاما، هم دول الثلاث لاعبين الرئيسيين اللي احنا بنتوقع ان لو هنحقق نجاح هيكون من خلالهم. وانا شايف ان ميس جونزاليس اكيد موجهه لهم كافه الاهتمام علشان نتاكد ان هم هيقدموا 100% من قدراتهم وان يكون هناك لدينا الصداره في المباراه. وطبعا عشان نفرق بين وضع سيمبا الحالي والوضع السابق ومدربيه، هقول لك ان الاداره الجديده جابت لنا الكثير من اللاعبين الرئيسيين والعديد من اللاعبين المحترفين، ونعمل الآن على وضعهم كلهم في بوتقة واحدة لتنقية إمكانيات الفريق. وفي الماتش الأخير حين لعب سيمبا أمام إيس فيتا، أياد باربا جونزاليس إن لم أخطئ الترجمة كان من يعني عاقبة إن لم أخطئ الترجمة اللاعبين الذين لم يقدموا أفضل ما لديهم، لأن طبعا إحنا عارفين مستويات كل لاعب وعارفين إن الخسارة أمام إيس فيتا في على أرضنا كان شيء صعب. طبعا النهاردة الناس متوقعة إن نشوف إن المباراة أمام الأهلي أصعب مباراة ممكنة، لأن لو وبنقول إن شاء الله إحنا كتنزانيين بنأمل إن فريقنا يكسبها، ولكن طبعا الأمر مش سهل. إحنا بنتوقع مباراة شديدة الصعوبة، ولكن لو نجحنا في الفوز أمام الأهلي وهو أكبر فريق في أفريقيا والثالث على مستوى العالم هو حلم كبير، وبالتالي إحنا هننتظر المباراة. وإن نجح سيمبا إحنا بنتوقع طبعا نوع من الشكر أو التقدير من إدارة الفريق. وأنا أقول لك عامة إن ميس جونزاليس قدمت العديد من التغييرات وبتدفع الفريق بكل ما لديها من إمكانيات، وربما ده يقدر يحصل. يعني إن يعني إن تخيل حضرتك إن هم يكسبوا بيتسو موسيماني كمان والفريق الأهلي معاه. طيب جوما عايز اسالك على الحضور الجماهيري، هل يعني تنزانيا استثناء في افريقيا كلها بتشهد حضور جماهيري في كل المباريات، هل مباراه سيمبا مع الاهلي هيكون فيها حضور جماهيري كبير لدرجه ان الملعب ممكن يكون فيه حضور 20,000 30,000 متفرج؟ ايوه، بناء عن القواعد اللي حطتها الكاف، احنا هنا في تنزانيا اسمح لي اقول ان عندنا الحكومه ملتزمه شديد الالتزام، واحنا طبعا هنا ما عندناش المشكله الكبيره اللي موجوده مع كورونا في باقي دول العالم، وبالتالي في عندنا حضور في الماتشات في المدرجات، وبنقول ان ممكن يكون في عده العشرات من الالاف في هذه المباراة التي ستلعب في تنزانيا. استادنا القومي ممكن يشيل حوالي 60,000 مشاهد، ولكن متوقعين أن نكون في حدود نصف هذا الرقم، يعني ممكن ما لا يقل عن 18,000 من مشجعين فريق سيمبا ومشجعين أفارقة آخرين إضافة إلى هذا الرقم. إن لما نيجي ننظر إلى هذا المنظر عموما نرى إن طبعا
بالنسبة لمصر طبعا الأهلي في الفترة الأخيرة لم يكن يلعب أمام مشاهدين، ولكن وجود المشاهدين في الملعب ربما يمكنه أن يؤثر أثرا إيجابي، خاصة وإن سيمبا بيلعب على أرضه، وطبعا ده قد يؤثر على اتجاه المباراة، لأن طبعا حين أتى الأهلي إلى تنزانيا وكان تنزانيا بيلعب على أرضه، سيمبا كسب طبعا ده برضو أمام آلافات وآلافات من المشاهدين التنزانيين. فالنهاردة الأهلي يجب أن يكون لديه كل الجراءة للعب أمام هذا العدد المهول من المشاهدين، لأن طبعا الاستاد هيكون مليان وسيمبا محبينه كثيرين، وكلنا طبعا بنحب الكرة، ولكن بنأمل أن فريقنا القومي يعني فريقنا بتاع بلدنا يكسب، ونتمنى ونأمل منهم أنا وكافة الألاف من المشاهدين اللي هيكونوا موجودين في الاستاد أن فريقنا يكسب إن شاء الله. جمعة، وانا بختم معاك عايز اقول لك ألم. انا حضرت في تنزانيا اكتر من مباراة مع النادي الاهلي، يمكن حتى لو جمهور سيمبا موجود بعدد كبير، جمهور يانجا ايضا هيكون موجود لمؤازرة الاهلي. الاهلي متعود على الاجواء في تنزانيا ولعب اكتر من مرة سواء خرج فائزا او حتى متعادلا في اكتر من مناسبة. جمهور يانجا هيكون موجود اكيد في الملعب. We will be. طيب يبدو ان في عطل طبعا في السكايب من خلال طبعا التواصل مع جوما أيوة طبعا الصحفي التنزاني، وهو قريب جدا من نادي سيمبا التنزاني. طبعا زي ما بقول لحضراتكم المباراه كبيره، المباراه فيها تفاصيل كتيره جدا، عشان كده كان مهم جدا، كان كلام مهم جدا ان احنا نتواصل مع جوما في هذه الاثناء عشان نتكلم على استعدادات سيمبا لمواجهه الاهلي والحضور الجماهيري، وكان من خلال صوت وصوره طبعا مع جوما أيوة احد الصحفيين في تنزانيا القريب جدا من نادي سيمبا، اتكلم عن كيفيه الاستعداد لمواجهه الاهلي وهيكون في حضور جماهيري لا يقل عن 25 أو 30 ألف متفرج في هذه المباراه.